كشف مصدر محلي عن بيع مخصصات البترول والديزل الخاصة بمحافظة شبوة في خورة، وقال المصدر إن القوادر تتوجه إلى منطقة خورة وتفرغ حمولتها بقاطرات صغيرة تخص تجار من محافظة البيضاء يتبعون ميليشيا الحوثي، وتجري عمليات تهريب وبيع المشتقات النفطية من قبل ميليشيا الإخوان للميليشيات الحوثية في وقت تعاني فيه محافظة شبوة من أزمة وقود خانقة.